الثورة ما تموت. الإمام الحسين عليه السلام إمام الثورة خرج على حكم ظالم جائر، هاي الشباب خرجت على حكم ظالم جائر. كل حقوق الإنسان ما موجودة، أي حقوق ما إله، كلهم وراء الحدود. اللي جونا هذولا بالخضراء كلهم ولاءهم للعراق، نريد شخص ولاء للعراق مثل ما تربى بالعراق يخدم العراقيين، ولا واحد منهم ذولا الهتلية خدم العراق، كلهم وراء الحدود اجونا. ما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل على هيك ظلمة وهيك ناس قتلوا مجرمين. حقوق الإنسان وينها؟ ماكو حقوق إنسان بالعراق مع الأسف. وزارة كبرها حقوق إنسان، وزارة حقوق الإنسان مسويها، ما كل حقوق ما إلنا. صار لهم 20 سنة يحكمون بالقتل وبالجرائم. طبعا احنا نريد تغيير النظام جذري جذري، نريد العراق يبقى للعراقيين ويبقى العراق للعراقيين. يعيش العراق، يعيش العراق، يعيش العراق. فليسقطون الذي بالخضراء كلهم عن بكرة أبيهم. وشكرا. الوقفة والرفض الشعبي سوف يستمر ويزداد ما دام هناك إصرار على المرشح المنظومة الفاسدة الا هو محمد الشاعر السوداني. ستستمر الوقفة ويستمر الرفض. الحكومة التي تتشكل خلف الصبات ستزال برفع اول صبة. هذا تحدي للشعب العراقي، لفئة واسعة من الشعب العراقي، تحدي لهم. أما بالنسبة لاستمراريتها سوف تستمر وسوف تبقى لحين حل مجلس النواب. ورسالتي إلى أعضاء مجلس النواب الذين سوف يحضرون هذا الاجتماع وهذه الجلسة، هذا تحدي إلى الشعب العراقي، تحدي للشهداء، تحدي لعوائل الشهداء. أدعوهم بأن لا يتحدى الشعب العراقي. كل من يتحدى الشعب العراقي يخسر، كل من يتحدى إرادة الشعب العراقي يخسر. الحكومة التي تشكل خلف الصباس ستزال في رفع أول صبة. مطالبنا التغيير، تغيير المرشح، تغيير الكابينة الوزارية، تغيير المنظومة، منظومة الحكم الجاي تحكم. يعني الشعب العراقي ماكو بس حزب الدعوة، 20 سنة يحكم حزب الدعوة، 20 سنة يحكم حزب الدعوة. هذا العراق ما بي بس حزب الدعوة، بس المالكي ومحمد الشاعر السوداني وهذا العامر وقيس الخزعلي، العراق بي بس هذول. هاي الكفاءات، هاي الناس الدكاترة، ما يصير. يعني ندري أنتم ولاكم ملاكم ملاكم الغير العراق، مدعومين من غير العراق، وتتقوون على الشعب العراقي وعلى الفقير بمن بالخارج. عيب عليكم الله تتقوى بالخارج على ابن بلدك، تتقوى على ابن بلدك بالخارج بالإيراني، عيب. فراجعوا امركم وحسموا امركم وصيروا ويا الشعب العراقي، لا تصير ويا دول الجوار. ترى ما تفيدك، ثق بذات الله، دول الجوار ترى حايره بالواحه. خلي اوصل لك فد معلومه، دول الجوار وايران حايره بالواحه. سيد علي الخامنئي وجماعته حايرين بالواحهم، وضعيتهم غير مستقره لان ما راضين شعبهم. خلينا نحكيها بلغتنا الدارجه، اكو قمع.
الشارع متواجد باستمرار، يعني من 2011 ولحد الآن يستصرخ الضمير السياسي من أجل أن يغير من اتجاهاته في خدمة الشعب، لكن هذا كان ضربا من الخيال، لأن هذه الطبقة السياسية بالأساس لا فاقد الشيء لا يعطيه، ليس لديها أي مشروع إصلاحي أو تغيير في المجتمع العراقي، وإنما جاءت من أجل السلب والنهب، وهي عبارة عن عصابات مدعومة من قوى خارجية ومعروفة ومحددة لدى العراقيين. كل تظاهرات تشرين أو تظاهرات الصدريين أثبتت هذه الحقيقة، وجود هؤلاء ليس لصالح العراق، وبإزالتهم وإزاحتهم يكون الحل مؤاتيا لقيام أي عملية سياسية من خلال القوى الوطنية اللي حاولت أنه تقود الشارع باتجاهات التحرر من ربقة هذا النظام السياسي القائم الآن. والدليل هذه الانسدادات بالأساس هي عملية التفاف على قوى الشعب العراقي وعلى ثرواته وعلى كل ما يتعلق بمستقبله. هذه القوى السياسية المنسدة الطريق أمامها من أجل عملية سياسية ناجعة هي التي أطاحت بالعراق ودمرته تدميرا، ليس غير هذا الكلام يجب أن يقال، وهذا هو هذه هي لغة الشارع العراقي. لا يخرج منهم خيرا على الإطلاق، بل هم جاءوا بجعبة من الشر وأخذوا يرمونها عجافا علينا، ونحن لم يعد في قوس الصبر منزع. الصبر انتهى بالنسبة للعراقيين، ولذلك يحاولون بين فينة والأخرى أن يخرجوا ليعلنوا عن موقفهم الثوري المتشدد اتجاه هذه الطبقة. لا مهادنة مع هذه الطبقة، وأن كل ما تفعله الجماهير الآن محق به، لأنها حقوقها هي التي سلبت من قبل هؤلاء، وإن شاء الله يكون الطريق سالك للعراق، للعراقيين جميعا. سرقوا العراق، نهبوا العراق، دمروا العراق، قتلوا الشعب العراقي. كيف لحكومة أن تقام على دماء الأبرياء؟ كيف لحكومة أن تقام على الفساد؟ كيف للشعب العراقي أن يرضى بهذا الذل؟ والشعب العراقي شعاره دائما وأبدا هيهات منا الذلة. ولكن ليعلم الجميع أن دماء الشهداء التي سقطت في تشرين وفي عاشوراء لن تذهب سدى، وإن الله سبحانه وتعالى والشعب لهم بالمرصاد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. إن شاء الله المظاهرات مستمرة والانتفاضات مستمرة والرفض للظلم والعدوان والجور والفساد والإجرام مستمر حتى آخر قطرة من دماء العراقيين. هنا ضربونا اليوم الشعب خرج الآن مظاهرات ضد هاي الأحزاب الفاسدة، الأحزاب تريد تسوي جلسة تعقد جلسة مجلس النواب، هذا مجلس النواب ما يمثل الشعب، هذا مجلس النواب فاقد الشرعية. الكتلة الأكبر مشكلة الحكومة هي استقالت، الرئيس مجلس النواب هو مستقيل، نائب أول ماكو، شلون هذا منين له شرعية؟ ماكو شرعية لهذا مجلس النواب، هذا مجلس النواب ما يمثل الشعب. اليوم خروجنا لقالة مجلس النواب، مجلس النواب يجي الشعب، انتخابات مبكرة والشعب هو يقرر مصيره، هو يختار ناس تحكمه وتشكل حكومة. هاي الكتلة الأكبر كلها غير شرعية، وهذا الإطار التنسيقي هو محارب للشعب، قتل الشعب بالمنطقة الخضراء. من حارب صاروا 15 سنة 20 سنة يحكمون، سووا بالشعب، دمروا الشعب، لا خدمات لا أمن لا صناعة لا زراعة لا تربية لا صحة، كل هاي الأحزاب وأكثرهم من الإطار التنسيقي هو هاي قائد هاي الأحزاب الفاسدة. من كل هاي القتل الثلاث المشؤوم عمار الحكيم والمالكي وقيس الخزعلي هم قتلت الشعب. القوات الأمنية ما تحمل سلاح،
من طبنا الخضراء قوات الامنيه هي تحمل المتظاهرين وقتلنا سوا، بس هم هذول الاحزاب كلهم لبسوا لباس الدوله ويقتلون، والان يردون يرجعون يقتلون بالشعب كلها ضد المتظاهرين. هاي الاحزاب الفاسده من الاطار التنسيقي. سماعة جيبوا لكم سماعة. من بغداد اولا، ثانيا احنا جينا من يعني من الصبح جايين هنا، ثالثا هذا شيعة سوداني، يعني انت نصك المالكي والنص الثاني انت سوداني، يعني انتم صايرين اثنيناتكم مالكي سوداني. انت تضحك على الشعب شنو غشمل قدامك؟ احنا صار لكم 20 سنه عم كافي البكتو بكتو ولا اخذتوا الله محمد عليكم، هسه ليش هسه دمرتونا؟ كافي يا اخي. هسه اللي بوك هم نوبات يشبع ويروح، هسه روحوا مثل ربعكم الراحه وبجعفري وبالقمقم وغيره، هذا اكو هاي ناس راحت شبعت وشردت. هسه عم فكونا لا مستشفيات لا صحه لا شوارع لا طرقاعه سوداء بوجوهتكم، انه فوقاها بعتونا هسه كله تنازلتوا عن العراق شمال العراق وتنازلتوا عن المناطق الغربيه وعبس على مود تقعدون، بس انا متاكد على مود الفايض مال الموازنه. انتم هاي قتالكم على الفائض هذا مال الموازنه، انتم ما همكم بس الفائض، ترى تاخذون الفائض والنوم تقعدون وتنتشون. فكافي رجاء عوفوا الشعب، ترى ملينا وانتهينا وحرام عليكم، يعني انتم ما تعرفون الله هذا خلقكم، يعني انتم خالدين ابد الدهر. عم طلعوا فكوني وشكرا. هذه الجموع الغفيرة من الشعب العراقي المناسبة للعام الثالث من ثورة تشرين، لثورة الشعب الذي خرج مطالبا بحقوقه بعد مجيء عمالة وسيناريو أمريكي على ظهر الدبابة. هناك عملاء من شوارع أوروبا وهذا وقد جعل وسبب هذه التراكمات الموجودة بسبب المحاصصة المقيتة والأحزاب والميليشيات الذي استولت على الأموال واستولت على حقوق الشعب. واليوم الشعب معاناة، لا صناعة لا زراعة لا تعيين، كل هذه الأمور تراكمات. اليوم خرج الشعب مطالبا عن حقوقه ومطالبا بمجيء حكومة وطنية نابعة من رحم هذا الشارع العراقي. اليوم اجتماع لتشكيل حكومة توافقية محاصصتية مقيتة، إذا لأربع سنوات قادمة سوف تنام على صدور الشعب العراقي، وأيضا لسرقة أمواله والظلمة. ولهذا خرج العراقيون اليوم إن شاء الله تمهيدا لواحد عشرة ومطالبة الحكومة وتغيير هذا النظام المحاصصاتي وتشكيل حكومة مؤقتة لأخذ العراق إلى بر الأمان. عمي احنا وعينا على الدنيا، كل شيء ما شفنا، جبنا حياتنا ظلم وظلم، كفيكم الحسين وحق ام البنين، لا شغل ولا عمل. هسه طالعين احنا سلميه
تجي الفرقه الذهبيه يظلون يرمون الطابور بطابوق وحق الحسين كل شيء ماكو هسه يطلع جماعتنا الحصره وجوه وحق ام البنين دمروني الشعب دمروني ماكو واحد ولا واحد يطلع ناس حكومه كلها حراميه كلها سلابه كفيلك العباس دمرونا بالحسين من يطلع راتبه مليونين مليونين حمرات من يطلع وين يودي وين يودي يطلع ويانا ذب فريتك تعال اطلع ويانا ذب زي مالك ماكو هيك وضعيه بالحسين يا ولد يا ولد انزل 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 مظاهرة عفوية من أجل خرق سفينة المالكي الذي دعا إليها لن نجعل سفينة المالكي تبحر ولن يمر السوداني إنها حكومة محاصصة كل اللي شارك في الانتخابات 20% انسحب منهم 73 نائب ماذا بقى من 20% لم يبقى شيء فكيف يحكمون هؤلاء هذا الشعب الشعب هنا حاليا متواجد ومستمرين في التظاهر حتى اسقاط تلك الحكومه الفاسده واسقاط هؤلاء الموجودين خلف الاسوار، انهم موجودين هنا ونحن هنا، انهم موجودين هنا في الذل والمهانه وتحت وخلف الصبات، اما نحن مع الشعب والى الشعب ونتظاهر حتى اسقاطهم ولن نبقي لهم باقيه، من اين اتوا؟ يرحلوا، لا نريدهم موجودين هنا، هذا العراق طاهر، لا يقبل بمزدوجي الجنسيه. نهائيا ونحن وشكرا لكم والله حقيقة اللي ما يحترم دمائنا وما يحترم دماء شهدائنا خلي يتوقع من عندنا كل شيء هذا شعب هذا صار بيه دم يا ناس يا عالم احترموا الدم العراقي ولكم احترموا الدم تشرين اطى الدماء التيار اطى دماء المستقلين اطوا دماء عم احرار العراق هذولا يا ناس اتقوا الله ان لم تكون لكم دين فكونوا احرارا في دنياكم ولكان دم اخوتي بعد ما سايل على الارض بعد الاربعين ما طالع وانت تشكل لي حكومه وك ما تستحي وك خاف الله ولك نسوان ارامل وايتام واطفال التلاوة على اولادها وعلى اباها وكعوان انتهت تدمرت وانت تفكر لي بحكومه وك انت نايم وك مريض عقل ما براسك ولك الدم ينزل بالقاع العالم العراق انتهى وانت تفكر لي بحكومه هل القضاء الشعبي العراقي هل اكو عماله اذا تابعين لدول المجاوره واسال السيد مقتدى وجه نداء اليه بالنسبه للسيد ال 55 شهيد بثوره عاشوراء وبال 120 جريح هل راحت دمائهم سدى وانت يا السيد قلت لا يحكمنا الدعيه ابن الدعيه اذا ابن الدعيه راح يحكم العراق شعب جاع شعب تدمر لاكو عماله طلاب خريجين جامعه مهندسين اطباء ماكو تعيين دراسه ماكو اي دراسه بالعراق ماكو القضاة كلهم عملاء كلهم تابعين للاحزاب
أريد أوجه ندائي إليك، هل ماكو مظاهرات؟ هل تقبلون بهالوضع هذا؟ هل هذا العراق تدمر؟ إذا حكموا ذول العراق بعد دمروه. هل على المخدرات انتشر العراق من مخدرات من كل الجهات؟ ماكو شاب يبقى بالكوفي شوب، أكو عمالة، عادوا الصناعات الخفيفة، عادوا المعامل، عادوا تنظيم الحدود. زين ما يخالف، ليش ما يرجعون المعامل والمصانع حتى الشباب تتعين وتشتغل؟ ليش؟ شنو السبب؟ الزراعة دمروها، الصناعة دمروها، ليش نستورد؟ أصبحنا احنا نسوق من دول المجاورة، خلال ستين ثلاثة بعد لا أكو زراعة ولا أكو عمل ولا أكو فشي، وين راح؟ أريد أسأل، هذا الزراعة وين راحت؟ العراق كان يصدر الدول العالم ويسمون العراق بلاد الخضار، ليش؟ هل تدون تحكمون على الشعب العراقي؟ هاي آخر شيء تحكمون عليه وتدمروننا وتهجروننا. النفط عندكم والخيرات عندكم، زين أسأل الحكومة، المالك استلم الحكم، استلم الحكم المالكي 8 سنوات، سوى من نتيجة دمر العراق. اللهم ينتقم من عتهم، اللهم ينتقم من الحكومة، اللهم ينتقم من الحلبوسي، اللهم ينتقم من البرزاني، اللهم ينتقم من الإطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طلع مظاهرات عفوية ضد الحكومة الفاسدة، العقد اليوم جلست جلسة البرلمان، وهاي الجلسة يردون يعلنونها على دماء الشهداء اللي راحوا بال60 شهيد وما عدا جرحى بال40 جريح، إن شاء الله ما يعقدون هاي الجلسة إن شاء الله. يعني حكومة فاسدة، إن شاء الله نزيل هاي الحكومة الفاسدة إن شاء الله. من مظاهرات من واحد محرم لحد الآن مظاهراتنا ضد الحكومة إن شاء الله الفاسدة، وإن شاء الله أنا شنو صوبت بالمظاهرات الأولى، وإن شاء الله طلعنا اليوم على الحكومة هاي الفاسدة. نحن عراقيون وطالعين لهدف واحد، هدف الفاسدون لم يحكمون ولم أن يحكمون علينا. لأجل شنو؟ لأجل الدماء، دماء العراق الذي سقطت من 2003 ولحد الآن، قبل هسه الأربعينية بعد ما صايرة، ويريد يسوي يعقد جلسة. زين أنت بيا ضمير؟ ما عندك ضمير؟ يعني ما عندك أب أم قبل رضعتك بالحلي بالعراق؟ يعني معقولة هسه أنت لك دور هسه الأربعينية بعد ما طالعة وتريد تعقد جلسة وتأخذ رئاسة وزراء وتحكم، وهاي الشهداء بعد أم الشهيد وأخت الشهيد وابن الشهيد وأطفال الشهيد نايمين بعدهم الأربعين مال أبوهم ما طالع، وأنت تحكم على سبب أخريك تحكم ليش مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا الشعب العراقي انظلمنا من 2003 لهذا اليوم من ذول الفاسدين. احنا بالنسبه لنا بعد ما الفاسدين يحكمونا مستحيل. احنا ذاك اليوم اعطينا لنا اكثر من 50 شهيد، واليوم هم قاعدين هنا وعلى كراسيهم يضحكون على دمائنا. مثلا قال روح شوف الجنوب، شوف الجنوب كلهم هنا جايين يشتغلون، شبابهم هاي البصره ام الخير ام النفط، 5 ملايين برميل نفط يوميه، وهنا يبيعون الله شاهد، يبيعون بالتقاطعات مي ويبيعون شاي. يعني احنا لا وين نبقى بهذا الظلم؟ كهرباء ما عندنا، نستورد كهرباء من ايران. ذاك اليوم اجى السيسي جاب شركه سيمز وسوى كهرباء وقام يبيع كهرباء، جيب لنا الشركه سيمز وهنا مصانع والمعامل خلت تشتغل، ما نريد هسه احنا تعيينات شغلوا هاي الشباب بالمصانع وبالمعامل. يعني نحن بالنسبه لنا نبقى بنفس هاي الطينه يوميه، مثل ما يقول راجع لنا فلان وعلان ونفس الوجوه، إيه لا متى هاي؟ الله شاهد احنا بالنسبه لنا هاي الحكومه ما تصير له على دمانا. تعب تعب تعب، يعني شلون يقولون على قولت اللي يقولون وصلت حدها، يعني كافي فقر، كافي اضطهاد. احنا ما نريد تصير نفس السالفه على قولت هاي اللي تقول كعكه وقسمناها. احنا نريد ناس شرفاء وطنيين
يعني صدق يحبون الشعب، يدارون الفقير، البنى التحتية، وشيل الشعب يريد العمل لا أكثر ولا أقل. وإحنا بعد على قولتهم يقولون كبرنا، إحنا بعد يعني عانينا ما عانينا، جبناها من الثمانين حروبات اليومك هذا. فإحنا نقول لهم لازم التغيير، لازم يصير تغيير، ما ترجع نفس الوزراء ونفس النواب لا ما نريد. هاي شغلة تعبانة، لين صار لنا 17 18 سنة عانينا ما عانينا. قبل أن نصل إلى مرحلة القمع وكيف قمعنا، إن دماء شهدائنا شهداء ثورة تشرين لا زالت لم تجف في قصور المنطقة الخضراء، ولا زالت صيحاتهم وأناتهم في داخل قصورهم، ثم يعودون بكل كفر بهذه الدماء وبكل استخفاف ليعلنوا عن انعقاد جلسة لانتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان، وثم تأتي الأخبار تباعا أنهم سيعقدون جلسة باعتبارها سلة واحدة لترشيح رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يكلف رئيس الوزراء، وتنتهي الخلطة العطارة التي كان يسعى لها الإطار الإرهابي. خرجنا هذا اليوم لرفض انعقاد الجلسة ولرفض تشكيل الحكومة الإطارية الإرهابية من قبل الأحزاب التي عاثت في البلاد فسادا وإرهابا وقتلا وتشريدا واختطافا. وإذا بنا نتفاجأ أن من كنا نتوقع أنهم سيكونون سندا وعونا لنا ويقفوا معنا ضد الأحزاب الفاسدة القوات الأمنية يقفون ضدنا ويقومون بقمعنا بالعصي الكهربائية وبالهروات، وهذه إحدى الإصابات التي أصبت بها على رأسي. طبعا ليس الكل، البعض منهم كانت كلهم غيرة وحمية ووطنية وكانوا يصدون الضربات عنا، لكن البعض منهم كأن السم يجري في عروقهم تجاهنا، وكأننا لسنا بعراقيين لك، وكأننا لا نطالب بالحقوق العامة، كأننا لا نطالب بدماء العراقيين، كأنما نحن أتينا من الموزمبيق أو من أي جهة أخرى من أطراف الأرض. مع شديد الأسف